ميسي الفل النيسي الكل، الاتحاد الافريقي يقر بهزيمه الوداد وفوز الترجي التونسي برابطه ابطال افريقيا. انتهى منذ قليل اجتماع لجنه الانضباط سرب الاتحاد الافريقي برئاسه الجنوب الافريقي ريموند هاك للبت في ملف اياب الدور النهائي لرابطه ابطال افريقيا الذي جمع فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي. وقد تم خلال هذه الجلسة الاستماع أولا إلى ممثل الوداد المغربي المتكون من رئيس النادي وأحد أعضاء الهيئة وثلاث محامين، ثم ممثل الجامعة التونسية لكرة القدم الأستاذ محمد واسف جليل نائب رئيس الجامعة، والأستاذ حامد المغربي رئيس لجنة النزاعات وناطقها الرسمي، والسيد وجدي العويدي الكاتب العام للجامعة، وفريق الترجي الرياضي التونسي الممثل بالسيد محمد الهاشمي الجيلاني، والأستاذين رياض التويتي ومحمد الركباني. وبعد أن قدم الوفد التونسي كامل دفعاته التي أعدتها للجنة وقع إعلامنا بأنه قد تقرر إلى حد الآن ما يلي: غريم الترجي بمبلغ 50,000 دولار، عقوبة مالية ضد السيد حمد الميد برئيس الترجي قيمتها 20,000 دولار، مقابلتين دون حضور جمهور مع تأجيل التنفيذ ضد الترجي الرياضي التونسي.